حوادث لا تنتهي وكوارث لا تتوقف، وآلاف المواطنين تزهق أرواحهم بلا ثمن نتيجة الإهمال والفساد المستشري في نظام السيسي. خلال الأسبوع الأخير فقط لقي 12 مواطناً مصرعهم، وأصيب العشرات في حادث حريق إيتاي البارود بالبحيرة وحادث انهيار برج كهربائي بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة. وخلال شهر لقي نحو 50 مواطناً مصرعهم نتيجة الأمطار وحوادث الطرق والمواصلات فضلاً عن القطارات. أما حكومة السيسي فتبرر وقوع هذه الكوارث بسبب العجز الاقتصادي وانهيار البنية التحتية التي تحتاج بحسب الحكومة لمليارات الجنيهات لإصلاحها، لكن يبدو أن المليارات متوفرة فقط لبناء القصور وأيضاً لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، في الوقت الذي تروج فيه الأذرع الإعلامية للنظام عن مشاريع وهمية يصرف عليها الملايين لكن من دون جدوى أو عائد على المواطن. وفي مصر المحروسة في عهد الانقلاب تعددت الأسباب والموت واحده، سواء كنت مؤيداً للنظام أو معارضاً، إما أن تموت داخل المعتقل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو تموت في حادث نتيجة الإهمال الحكومي، إن شئت حرقاً وإن شئت غرقاً وإن شئت بأي طريقة كانت.